طيب النهاردة ذكرى ميلاد أسطورة من أساطير كرة القدم والرياضة في مصر بشكل عام، الكابتن الكبير العظيم الكابتن صالح سليم الأهلاوي المصري الراحل، أحد الرموز الخالدة في تاريخ الرياضة المصرية وأحد الرموز الخالدة بالنسبة لكل الأهلاوية على مدار الأجيال اللي فاتت والأجيال اللي جاية، كله هيفتكر الكابتن صالح سليم. شخصية قدرت إن هي ترسي المبادئ والقيم في النادي الأهلي، اللي لحد دلوقتي النادي الأهلي بيمشي من خلال هذه المبادئ والقيم. ليه أقاويل عديدة في الحقيقة قالها وكلمات مهمة دايما بيستعين بها المسؤولين في النادي الأهلي، وبتبقى في حسابات المسؤولين في النادي الأهلي لما بيكون في قرار حاسم ومهم لمصلحة النادي بشكل عام، سواء قرار تربوي، قرار متعلق بأي جانب من الجوانب الخاصة بالنادي، دايما كل المقولات والكلمات الخاصة بالكابتن صالح سليم بتبقى في الأذهان سواء للمسؤولين أو للجماهير. فالنهارده ذكرى ميلاده، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ودايما هيفضل في الاذهان خالدا بالنسبه لكل الجماهير والرياضه المصريه بشكل عام. ابرز اقاويل الكابتن صالح سليم في الحقيقه، ابرز مقوله تعتبر هي الابرز في كل هذه الاقاويل كمان، ان الاهلي فوق الجميع. وانا البعض كان بيقول لك ما فيش حاجه اسمها ان الاهلي فوق الجميع، لا الراجل كان بيقصد ان الاهلي فوق جميع ابناء. لما تيجي تفكر أو تاخد قرار، فكر الأول في مصلحة النادي الأهلي وبعد كده فكر في أي حاجة تانية. ده كان كلام الكابتن صالح سليم، وده اللي كان مقصود من المقولة دي، وزي ما حضراتكم شايفينها كده كانت موجودة في لافتة خاصة بالنادي الأهلي في إحدى المؤتمرات. واضح يعني كمان من ضمن الكلمات المهمة جدا والاعتراف من الكابتن صالح سليم إن مختار التتش هو أستاذي ومن علمني حب الأهلي، لولا التتش لما كان صالح سليم. طبعا كابتن مختار التتش الراحل أيضا ربنا يرحمه من ضمن الناس اللي وضعت الأسس والقيم كمان اللي مشي من خلالها بعد كده كابتن صالح سليم، واللي بيمشي من خلالها كل أجيال النادي الأهلي فيما بعد. فاعتراف أكيد مهم كمان من كابتن صالح سليم بخصوص حب النادي الأهلي، ودي بتبقى حاجة في الحقيقة كبيرة جدا وفخر كبير لما تكون بتنتمي لنادي عظيم زي النادي الأهلي. من ضمن كمان كلماته قال ايه، صالح سليم لا يساوي شيئا بدون الاهلي، ولا يساوي الا لانه سيتحدث عن النادي الاهلي. يعني بيقول انا مش حاجه، انا بتحدث عن النادي الاهلي عشان كده الناس بتسمعني. فده بيدل على ايه؟ بيدل على قيمه النادي اصلا، ان انت لما بتتكلم باسم النادي الاهلي عشان كده بس الناس بتحاول تسمعك وبتحاول تشوفك كده. يعني أقاويل كتيرة جدا في الحياة للراحل العظيم كابتن صالح سليم. النهارده ذكرى ميلاده، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.